اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه السيد محمد صفور. بدايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا في البدايه سيد محمد، حضرتك نائب المدير العام لشركه جبران بجميع فروعها، تعرفني وتعرف الساده المشاهدين عن شركه جبران، ايش هي اهم الخدمات والاصناف اللي انتم قاعدين عم بتقدموها عندكم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه الله يعطيكم العافيه. احنا شركة جبران لتجارة المواد الغذائية. الشركة تأسست عندنا بالعام 2020، هي كانت كفكرة بلشت بالعام 1986 وبلشت تطبق في العام 2020. الحمد لله رب العالمين، بلشنا بعام 2020 بفرع واحد، واحنا اليوم بال 2024 عندنا 12 فرع، وان شاء الله في 3 فروع تحت الانشاء. هلا احنا اهم شيء بيميزنا مقارنة مع باقي المحامص او مع باقي الشركات اللي بتشتغل بنفس مجالنا، انه عندنا بضاعة جودتها جدا عالية، جودتها جدا عالية وأسعارها جدا منافسة. تمام، هذا أفضل إشي حاليا بميزنا بالسوق بالمنطقة المحيطة، وخلينا نحكي على مستوى الأردن. نعم، شو هي الأصناف اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم بجبران؟ هلا إحنا عندنا بحدود 7 أقسام، 8 أقسام. عندنا قسم البهارات، عندنا قسم التمور، عندنا قسم المعجنات، عندنا قسم الزعتر، عندنا قسم مكسرات، عندنا قسم القهوة، تمام، وفي عندنا قسم الشوكولاتات، عندنا قسم خاص بالجملة طبعا داخل الفرع، وعندنا قسم خلينا نحكي المبردات والاشياء اللي تنحفظ بدرجه حراره مبرده. نعم، شو العروض اللي عاملينها هلا؟ هلا احنا باستمرار كل نهايه اسبوع في عندنا 3-4 ايام، اربع خميس جمعه عروض. طبعا هاي العروض بتكون تقريبا كلفه وفي شيء اقل من الكلفه. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع جبران؟ تحكي لي اكثر وين مواقعكم او شو هي اصلا طرق التواصل؟ هلا احنا 12 فرع، طبعا 12 فرع موزعين بكافه انحاء خلينا نحكي محافظه العاصمه. عندنا الفرع اللي كان يحكي فرع بأم السماك، فرع بخلدة، فرع بمرج الحمام، فرع باليدودة، فرع بخريبة السوق، عندنا فرع بالإذاعة، عندنا فرع بمدينة المنورة، عندنا فرع بالمدينة الرياضية، عندنا فرع بماركة، وعندنا فرع بالبيادر، بالإضافة لأنه موجودين على الفيسبوك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الانستغرام، على السناب شات، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي باسم جبران. وأهلا وسهلا، بتشرفونا دائما بأي وقت. شكرا. اهلا وسهلا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد محمد على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. شكرا سيدي، شرفتونا. اهلا وسهلا.